اي ستاب ديما ديك لي 17 هذه العملية تضامنية تهدف إلى تدعيم المؤسسات الاستشفائية المستشفيات بمادة هذه المادة الأساسية ألا وهي مادة الدم التي هم بحاجة إليها في هذا الوقت الحساس. نحن متعودين على هذه العملية في أرجاء ولاية تبسة وفي كل المناطق. الآن نحن ما نشكوش من نقص من هذه المادة على مستوى البنك تاع علي صالح، لأن المادة متوفرة. نحن قايمين بالواجب دعم ودائما رانا واقفين في الصفوف الأمامية.